معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي رضوان الفيتوري. أهلا بك سيد رضوان عبر شاشة سكاي نيوز عربية. برأيكم هل تنجح هذه اللجنة القانونية التي تحدثت عنها ستيفاني ويليامز بتحقيق كل هذه الأهداف السياسية والاقتصادية من ناحية أخرى؟ صباح الخير أستاذة ميشا والسادة المشاهدين. بالتأكيد كما فشلت في السابق في عدة اجتماعات، هنا أتحدث عن منتدى تونس، هي لم تتقدم قيد أنملة في كل هذا المنتدى. لماذا أستاذة؟ لأن ما بني على أسس غير صحيحة أكيد سوف ينتج فشل تلو فشل. الآن مثلا هذه اللجنة، يعني تخيل حضرتك، سبعة منهم من عتاولة الإخوان المسلمين، إبراهيم سعد والعرادي ومجد الفلاح وباقي الشلة، هؤلاء سبعة، يعني حضرتك من سبعة من أصل تقريبا 11. يعني شوفي على أي أساس هي وضعت هذه اللجنة، ما هي المعايير؟ هي تجاهلت كل تزكيات المشاركون بالنسبة لأهالي برقة، تجاهلت أيضا كل المعايير. لكن سيد رضوان ويليامز أشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن أعضاء اللجنة سيتم خلال الأيام المقبلة، هي لم تعلن عن الأسماء الرسمية بعد. لكن يعني كما عودتنا، هي ترسل تسريبات من هنا وهناك كبالونات اختبار، ومن ثم تكون هذه التسريبات صحيحة سيدتي. يعني وما معنى أن تعطي هذه اللجنة صلاحيات البرلمان؟ الآن هذه اللجنة هي التي سلطة تشريعية، مجرد تجتمع تضع دستور، تضع قانون انتخابي جديد للانتخابات المقبلة وخلاص، يعني تعتبر أن الآن هي سلطة تشريعية. ستيفاني حريصة كل الحرص قبل مغادرتها لعملها في ليبيا، حريصة أن تحقق شيئا ما في ملفها الوظيفي، وأيضا لتمكين الإخوان المسلمين أكثر وأكثر. وكيف لا وهي تلميذة هيلاري كلينتون، يعني معروفة في ميولها ومعروفة أنها غير عادلة تماما في كل تحركات. سيد رضوان، يعني بالنسبة للجنة الاقتصادية والتقدم الذي أحرز لناحية إدارة مصرف ليبيا أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكل هذا الدفع قدما في الاقتصاد والذي قد يعطي أملا للشعب الليبي، أليس ذلك تقدما أحرزته الأمم المتحدة؟ سيدتي، أولا الذي يرى ردة فعل الشارع الليبي على تثبيت سعر الدولار يجيب على كل هذه الأسئلة. ما معنى أن الدولار يعني بأرقام خيالية؟ فليرجع لسعره الأصلي ومن ثم نقول أنه إنجاز. لكن سوف على ضوء هذا التثبيت سوف ترتفع الأسعار أضعاف المضاعفة سيدتي، سنراها الأيام المقبلة سنراها. إذن الصديق الكبير هو المتحكم الآن، الآمر الرسمي لليبيا، الرئيس الرسمي لليبيا باعتباره وضع يده على بيت مال المسلمين وهو مصرف ليبيا المركزي، ولا أحد يستطيع أن يزحزحه عن منصبه، وهو يتلقى التعليمات مباشرة من تركيا. وشفنا المليارات التي ذهبت إلى تركيا بدون أي ضمان وبدون وجه حق، ذهبت إلى المصرف الزراعي التركي. إذن سيدتي، واضح أن الأمم المتحدة تتحدث بشيء وتتغاضى عن أشياء كثيرة. أين هي من الجسر الجوي الذي يوميا طائرات شحن عملاقة تنزل في الوطية وفي مصراتها؟ أين هي الأمم المتحدة من هذا الاحتلال؟ الأمم المتحدة سيدتي ترى بعين واحدة لا أكثر، ولا ترى كل الفرقاء سيد رضوان. هي يهمها، أعتقد سيدتي أن إذا فشلت الآن هذه المفاوضات، الحرب قادمة لا محالة. لماذا؟ لأنها الفرصة الأخيرة لإرجاع
اجتماع الليبيين ورأينا. لكن يا سيد رضوان إن اللجنة الاقتصادية ترون أن الأمم المتحدة يعني هذا قرار وربما الشارع الليبي ليس راضيا كما ذكرتم. بالنسبة للجنة القانونية التي تم الحديث عن تشكيلها أيضا كان هناك ربما نظرة تشاؤمية بعض الشيء فيها. ماذا بالنسبة لآلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستشرف على الانتخابات؟ إلى الآن يا سيدتي كلها عبارة عن حبر على ورق وعبارة عن اجتهادات، والكل يريد أن يبقى له كرسي في المشهد القادم. إلى الآن لا يوجد شيء ثابت، الأمور على صفيح ساخن متغيرة. رأينا اشتباكات أمس في العاصمة، رأينا كيف بشاغة يجند ميليشياته منذ عدة أيام، والآن وأمس رتل كامل طلع من مصراتة. رأينا هيثم تجوري ميليشيات السراج كيف تحشدت وأعلان حالة طوارئ. أعتقد في أي لحظة تكون هذه الحرب الطاحنة بين الميليشيات، لأن ميليشيات مصراتة لا تريد، ميليشيات طرابلس لا تريد من ميليشيات مصراتة أن تنفرد بالعاصمة. نعم. وأيضا ميليشيات بشاغة لا تريد ميليشيات طرابلس. واضح أنها حرب عصابات قادمة قد تكون في الساعات القادمة. المشهد الليبي في غاية الارتباك، والكلمة الأخيرة هي للجيش العربي الليبي. نعم. والأيام بيننا سيدتي. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الليبي رضوان الفيتوري، شكرا لك.